زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة إن مهرجان المانجا في محافظة الإسماعيلية انطلق امبارح في دورته الأولى، في حضور كمان لتسع سفراء من تسع دول في الحقيقة، وهيستمر لمدة يومين امبارح والنهاردة. الاحتفالية دي شهدت تنظيم لأماكن لعرض كل أصناف المانجا من خلال منافذ البيع بسعر الجملة. إيه اللي حصل في الكرنفال ده؟ تعالوا نتابع التقرير التالي. صباح الخير عليكم في كل مكان، موجودين معاكم النهاردة من داخل محافظة بتنتج تلت إنتاج محصول المانجا في مصر، وهي محافظة الإسماعيلية، واللي أطلقت النهاردة مهرجان الإسماعيلية للمانجا، وده بهدف العمل على زيادة الصادرات من المحصول وكمان تنشيط السياحة داخل المحافظة. طبعا احنا بنسعى لان احنا نزود صادراتنا من المانجا، في نفس الوقت بنسعى برضو لزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي ده، بالاضافة طبعا اضافة البهجة والسرور على اهالينا في محافظة الاسماعيلية وبقية المحافظات، لان احنا بندعوهم للسياحة الداخلية داخل محافظة الاسماعيلية. إنه شيء رائع، وأنا أرى مصر تحتفل بواحدة من أشهر الفواكه، وأنا أعلم أن مصر تشتهر بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية مثل البرتقال والمانجو، وأنا موجود اليوم للمشاركة في هذا الاحتفال الرائع. المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يهدف للترويج لمحصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة، إلى جانب جذب الاستثمارات لتنمية زراعتها والترويج للسياحة بشكل عام في محافظة الإسماعيلية. الحال المهرجان ده عمل كذا حاجة، رقم واحد إن هو هيزود إنتاج أو يزود تصدير المانجو على مستوى المحافظة وعلى مستوى مدن العالم كلها، فالتسويق هيزيد. رقم اتنين زيادة السياحة الداخلية لمحافظة الإسماعيلية، يعني في ناس بتحب تشتري المانجا بنفسها، تدخل الجنينة بنفسها، تختار الحاجة بنفسها، وده هيزود السياحة الداخلية. رقم ثلاثة هيعمل انتعاشة في المحافظة، لأن دايما الفلاح بيدور ممكن يبيع المانجو بتاعته بسعر أقل عشان مش عارف يسوقها. أعتقد إن في الفترة الجاية هيكون السعر هيزيد، هيعمل انتعاشة للفلاح المصري، هيقف جنب الفلاح، هيقف جنب المحافظة الإسماعيلية، لأن هيزود التسويق ويزود السعر. المهرجان بدأ بجولة من السيارات المزينة بالمانجو بشوارع المحافظة، إلى جانب إقامة منافذ لبيع جميع أنواع المانجو بسعر الجملة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط تفاعل وإقبال كبير من المواطنين. فعلا المهرجان حاجة مشرفة جدا جدا، وأتمنى أن يكون موجود كل سنة بشكل بيتطور سنة عن سنة، لأن ده بيبين قد إيه إن إحنا عندنا منتجات محلية وحاجات محلية ليها إيدج أو سيطرة كبيرة جدا، ونقدر إن إحنا ننافس بيها بره. إحنا مشهورين جدا بالمانجا، ومن حسن الحظ إن السنة دي كان الإنتاج غزير، وكان في كمان أنواع كتيرة قوي بقى لنا شوية ما أنتجناهاش، فصادف إن في شتاء طول شوية، فالكلام ده ساعدنا جدا في الزراعة السنة دي. الحقيقة المهرجان فكرته حلوة جدا، أنا سافرت كتير جدا بره مصر 35 دولة، والمانجا أكلتها في بلاد كتير، مفيش أحلى من المانجا المصري. أنا حضرت السنة اللي فاتت مهرجان المانجو، بس ما كانش الدولة مدعماه، كان مهرجان على مستوى الأهالي ومستوى المزارع. طبعا السنة دي مختلف جدا، حلو جدا، أنا ما كنتش متخيلة أن أنا هلاقي الدعم بالشكل ده، ما كنتش متخيلة أن أنا هلاقي المحافظ، هلاقي المهرجان، هلاقي الفيستيفال، هلاقي احتفالات في مدينة الإسماعيلية. تشتهر محافظة الإسماعيلية بكونها المحافظة الأكبر في إنتاج محصول المانجو على مساحة تتجاوز 80,000 فدانا، ويأتي تنظيم مهرجان المانجو هذا العام بهدف أن يكون انطلاقة لمهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظة الساحلية.